خلصت عليه القعده دي بتاعت عايزين نعمل عاصمه اداريه. القعده دي خلصت كله. السيسي بقى اللي 3 سنين نجيب سويرس بقى اخذ شغل، جبنا الصين، اخذ جبنا الصين اشتغلت معانا شويه وبعد كده رجعت سابتنا والشغل بقى توزع بقى. اصبر بقى اصبر يا محمد، ما انت عمال تطير بالمراحل كده بتحرق. جالك بعد كده رسم هندسي بالعاصمه الاداريه؟ اقول لك بقى جالنا بقى، انا مثلا جات لي ايه رسومات الصاله المغطاه. لا لا ما هو كده مش هينفع، مش هنعرف نكمل الشغل كده. جات لك رسومات الصاله المغطاه بس؟ ما هو الشغل بقى بيتوزع. انا مثلا هعمل الصاله المغطاه، محمد ناصر هيعمل مثلا مستشفى كذا، فلان الشركه الصينيه مثلا هي اللي هتعمل البرج الايقوني وكذا. يا جدع انت لو بتبني شقه لواحده ست مش عاصمه اداريه، تقول لي ناس خدوا المطبخ بس وناس خدوا اوضه النوم بس وناس خدوا الريسبشن بس، هيتقال لك سوري هيتقال لك ما هو ده لازم يكون مود عام في الشقه دي. ما بقى احنا لقينا المود العام ولقينا رسومات، ما هي دي حاجه غريبه برضه. ما انا بقول لك انت بتشتغل مع ناس لا هي دارسه ولا هي فاهمه عن ايه هندسه، جابك بالبلدي قال لك اعمل لي دون تصور لعاصمه اداريه، تصحى من النوم تلاقي مكت وتلاقي فيها عاصمه اداريه، تصحى من النوم تلاقي الرسومات موجوده، فيبقى المشروع كان متحضر له وكان معمول له رسومات. واللي انا فهمته من عندي ان الظرف في الموضوع ده محمد بن راشد والسعوديه ضحكوا عليه، اعمل حاجه كويسه زي دبي وبتاع وتعمل حركات عشان نهلك كل فلوسنا هناك زي ما دمروا كده المواني بتاعتنا. هي مين اللي دمر مواني مصر؟ مش الامارات؟ مش محمد بن زايد؟ يعني انت في رايك الشخصي وبخبرتك ان انتوا لما صحيتوا لقيتوا في مكت وفي رسومات هندسيه، ان انت ترى ان السعوديه والامارات هم من اشاروا على السيسي بالقصه دي عشان يغرقوه في الموضوع ده؟ يعني بنسبه 100% لان لقينا رسومات. الرسومات دي عملتها امتى؟ ما احنا اللي بنعمل الرسومات، جت من الرسومات دي يعني اتولدت مننا العاصمه الاداريه. ما احنا النهارده مقاولين وعندك حضرتك شركات في مصر، وقبل ما سيسي ما يطلع يقول المشروع ده انا عايز اسمع مين قاله قبل كده. طيب في مكتب استشاري اقترح كان عايز يعمل عاصمه اداريه في مصر وترفض المشروع والرسومات دي مثلا اتشالت عنده؟ ما حاجه مش منطقيه. يعني تم دراسه العاصمه دي امتى؟ ده مشروع ده 1.5 مليون فدان يا فندم. تم لقيت بقى رسومات، امال البرج الايقوني ده اتعمل ازاي؟ رسومات. انا خدت بقى الرسومات بتاعت الصاله المغطاه، هضحكك بقى هنا. لما خدت الرسومات بتاعت الصاله المغطاه لقيتها الرسومات فيري بروفيشنال، يعني دي مش ممكن. احنا بنعمل اصلا رسومات للجيش، هو الجيش البلدي ده بيعرف يعمل رسومات؟ دول رايحين في داهيه. فمين اللي عامل الرسومات دي؟ رسومات تحفه يعني طالعه من مكتب استشاري محترم، لقينا مكاتب اجنبيه هي اللي دارسه الكلام ده. طيب هات يا عم المؤيسه وهننفذ الكلام ده. جينا ننفذ الكلام ده حضرتك طبعا الصاله المغطاه دي راحت في رقم تاني بقى خالص، لانك انت هتعمل الصاله المغطاه طبقا للرسومات. اول حاجه بتقول لك هتمشي وتتبع قوانين الفيفا اللي هي بقى بتحط الشرطه اللي هتستلم منك، مفيش حاجه اسمها كده صاله عالميه واحنا قاعدين كده على القهوه، لا ده بقى شغل بلد. بتيجي بقى الناس المسؤوله بره يجي يستلم من حضرتك وهو اللي يديك الكونفيرم ان الصاله كده مطابقه للمواصفات العالميه. فروحنا الجيش عايزين بقى نعمل الصاله المغطاه بالصوت العالميه، سي مثلا هتتكلف 10 مليار، قال لك لا ده مستحيل 10 مليار احنا هنهرج، احنا هنعمل صاله مغطاه واحنا اللي هنظبطها، حاول تخفف حاول تلزق قمنا عاملين صاله مغطاه مش مطابقه للمواصفات العالميه. بدل ما هي تبقى ب 10 نخليها ب 7، طب نعمل بنيه تحتيه محترمه. لا طبعا سيبك احنا كل مشروع رفض، يقول لك لا اللي هي البنيه التحتيه المحترمه ايه؟ زي ما بنيجي نعمل كده تلاقي في الدول الاوروبيه او في امريكا في ناس ماشيه كده تحت لمؤاخذه في الممر اللي هو في المجاري وسلك الكهرباء والمواسير وكل الكلام ده، عشان مش كل شويه نقعد نتكسر في الاسفلت ونعيد في الاسفلت. انت عايز تركب خط تليفون نكسر في الاسفلت، نركب ماسوره ميه نكسر في الاسفلت، يبقى كله من تحت. قال لك لا ده تكلفه رهيبه وخطر كمان، ده ممكن يشكل ارهاب، ممكن الارهابيين والله العظيم بتكلم بجد قال لك انزلوا تحت اعملوا متفجرات ويولعوا في الدنيا. احنا لا احنا نشتغل فوق بلد اللي هو تلاقي ايه المطبخ على وش الارض كده. فطبعا شلنا البنيه وابتدى بقى يقلل على قد ما يقدر لحد ما المشروع هو زي ما انت شايف شويه خرسانات ومش عارفين يكملوه.